السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا من دروس الترجمة. وأول جملة عن ترجمة النهاردة في حلقتنا بتقول: أن تكون راضيا عن العمل الذي تقوم به هو عامل مهم لتحقيق احترام الذات. لو بصينا في أول جملة هنلاقي أن تكون اللي احنا بنقول عليه verb to be في اللغة الإنجليزية، ودي بعده كلمة راضيا ودي تعتبر adjective يعني صفة. فغالبا لما نلاقي أن تكون أن يكون اللي هو verb to be يعني، ولما يجي بعده صفة بترجم كلمة أن تكون being يعني present participle يعني فعل مضاف له ing، وده عبارة عندنا verb to be فنقول being. يبقى be اللي هو verb to be أن تكون، وهنحط هنا ing يعني being. راضيا عن كلمة راضيا يعني satisfied. satisfied. طيب كلمة عن ده يعتبر preposition يعني حرف جر، هل نترجم كلمة عن هنا about؟ كتير من الطلبة ترجم كلمة عن about، طبعا ده مش في كل الحالات، لكن كلمة satisfied ده حرف جر with يعني راضيا عن. طب ينفع ناخد كلمة about أو نكتب كلمة about؟ لا غلط، ما ينفعش، لأن satisfied مرتبط بكلمة with. راضيا عن العمل الذي تقوم به، العمل يعني the job، the job يعني الوظيفة اللي أنت تشتغلها، the job you do يعني الذي تقوم به، you do. طيب واحد يسألني لسه طفين كلمة الذي هنا، اللي هنترجمها هو أو which أو that، بنسميه relative pronoun يعني ضمير وصف. كان وصف الكلام the job which you do، لكن احنا بنتكلم هنا عن object عن مفعول والوظيفة، وفي الحالة دي يجوز حذف الريلاتيف pronoun يعني ممكن نحذف ضمير الوصف في الحالة دي، فممكن نقول the job which you do أو the job you do على طول مباشرة. يبقى the job you do يعني العمل الذي تقوم به هو عامل مهم، هو يعني is عامل مهم. لو بصينا كلمة عامل عليها نوت يعني اسم، وكلمة مهم تعتبر adjective يعني صفة، وزي ما احنا قلنا في حلقات كتير قبل كده دايما لما نترجم من اللغة العربية للإنجليزية بجيب ال adjective الصفة وبعد كده النوت وبعد كده الاسم، فأنا أقول an important an important يعني مهم، وكلمة عام يعني factor an important factor لتحقيق احترام الذات. اللام هنا ترجمها to والتالي بعدها infinitive يعني فعل في المصدر، يبقى to achieve كلمة يحقق يعني achieve، عندنا في حالات قبل كده to achieve احترام الذات يعني احترام النفس، فنقول self-esteem كلمة مهمة أو تعبير مهم، self-esteem يعني احترام الذات أو احترام النفس. نقرأ جملة ثانية كده: being satisfied with the job you do is an important factor to achieve self-esteem. ودلوقتي احنا عايزين نركز على الكلمات المهمة اللي مطلوب مننا إن احنا نحفظها ونذاكرها كويس. أول حاجة عندنا satisfied with يعني راضي عن، ولا تاني satisfied with، satisfied with. بعد كده عندنا كلمة factor يعني عامل، factor، ولا تاني factor. وبعد كده عندنا كلمة self-esteem يعني احترام الذات أو احترام النفس، self-esteem، self-esteem. الجملة الثانية معانا بتقول: من الأفضل ألا نبذر المياه، لسوء الحظ العديد من الناس المهملين يستخدموا الماء بحماقة. لو بصينا في بداية الجملة عندنا التعبير ده من الأفضل، كلمة من الأفضل يعني it's better، it's better، نقول it's better
ونخلي بالنا ان الكلمه هنا او الجمله ما فيها الا، يعني هنا في نفي، فنقول it's a better not. نحط كلمه not بعد كلمه better، ما قلناش it's not better، لا قلنا it's better not. ده المكان الصح لكلمه not بعد كلمه better. الا نهدر المياه، it's better not to waste. كلمه الا نهدر يبقى to، ونجيب بعديها الانفينيتيف فعل في المصدر، عندنا يهدر يعني waste. Not to waste المياه يعني water. ونحط full stop نهاية الجملة، يبقى not to waste water. لسوء الحظ، خدنا كلمة معناها لحسن الحظ يعني fortunately، لكن لسوء الحظ هنقول unfortunately. Unfortunately نحفظ الكلمة كويس، يبقى unfortunately. Unfortunately ونحط هنا comma. العديد من الناس، العديد من الناس يعني الكثير من الناس، فكلمة العديد من ترجمها many. many العديد من الناس المؤمنين، نخلي بالنا هنا من شايف هنقول many people على طول، لأن هنا كلمة people تعتبر noun يعني اسم، والمؤمنين تعتبر adjective يعني صفة، وبالتالي هجيب الadjective الأول والصفة وبعد كده الاسم، فأقول many careless، كلمة مهمل يعني careless. كيرلس. ونخلي بالنا ان الصفة لا تجمع، يعني مفيش جمع للصفة، تقول لي مثلا في كلمة المهملين وكلمة كيرلس يعني مهمل، لا كلمة كيرلس معناها مهمل او المهملين، يعني المفرد والجمع، لان الصفة ليس لها جمع، لان الجمع ده خاص بالاسماء فقط، نقول كيرلس people. Many careless people يعني الكثير أو العديد من الناس المؤمنين يستخدموا يعني use، كلمة يستخدم يعني use، الماء يعني water، use water بحماقة هنقول foolishly، طبعا الكلمة دي تعتبر adverb يعني ظرف وبالتالي يكون آخرها ly هنقول foolishly. نقرا الجملة بشكل كامل. It's better not to waste water. Unfortunately, many careless people use water foolishly. ودلوقتي عايزين نركز على الكلمات المهمة زي ما بنعمل كل مرة. أول تعبير عندنا هنا It's better يعني من الأفضل، ولكن It's better. It's better. عندنا كلمة waste يعني يهدر أو يضيع، waste. waste. عندنا كلمة unfortunately يعني لسوء الحظ، الأولى تاني unfortunately. unfortunately. وعندنا كمان التعبير ده careless people يعني الناس المؤمنين، فكلمة careless يعني مهمل، careless. careless. آخر كلمة معانا كلمة foolishly يعني بحماقة، والكلمة دي زي ما قلنا adverb يعني ظرف أو حال. foolishly. foolishly. وآخر جملة معانا بتقول تحقيق العدالة هو الحجر الأساسي لتأسيس السلام الاجتماعي خلال العقود القادمة. عندنا أول كلمة في الجملة عندنا هنا تحقيق. كلمة تحقيق الفعل منها يحقق اللي هو achieve. طيب ازاي اترجم كلمة تحقيق؟ احط بس كلمة achieve ing فاقول achieving، يبقى كلمة تحقيق يعني achieving. العدالة او العدل يعني justice، achieving justice. achieving justice هو الحجر الأساسي، is يعني هو الحجر الأساسي، بترجمها
العبارة دي على بعضيها كده in the keystone in the key الحجر الأساسي in the keystone لتأسيس السلام. طبعا أصل الكلام يعني الحجر الأساسي الذي يؤسس السلام، وبالتالي هنحط هنا كلمة that that يعني الذي يؤسس that كلمة يؤسس يعني establish that establish بس نخلي بالنا إن احنا بنتكلم هنا عن شيء مفرد في اللي هو keystone in the keystone that وبالتالي هنحط الفعل هنا es يبقى that establishes تاني establishes السلام الاجتماعي. برضه كلمة السلام تعتبر نون يعني اسم والاجتماعي تعتبر adjective يعني صفة وبالتالي هنبدأ هنا بالadjective والصفة فنقول الاجتماعي يعني social social السلام يعني peace social peace خلال العقود القادمة كلمة خلال يعني during طبعا كلمة during معناها أثناء أو خلال إذا during العقود القادمة طبعا كلمة العقود تعتبر نون والقادمة دي تعتبر adjective يعني صفة فهنجيب كلمة القادمة إذا is during the next decades إذا the يعني القادمة the next وكلمة عقد والعقد طبعا معروف ان هو 10 سنوات الى decade وطبعا نحط اس هنا لان انا بتكلم عن مش عقد واحد هنا عقود الكلمة جاية هنا جمع الى the next decades يعني العقود القادمة. نقرا الجملة تاني achieving justice is the keystone that establishes social peace during the next decades ونبدأ دلوقتي نركز على الكلمات المهمة اللي احنا محتاجينها في الجملة دي. أول كلمة عندنا كلمة justice يعني العدل أو العدالة أو التاني justice justice. بعد كده كلمة الحجر الأساسي keystone أو التاني keystone keystone. عندنا كلمة establish يعني يؤسس أو يرسم establish establish. بعد كده عندنا كلمة social peace يعني السلام الاجتماعي social peace. طبعا ما اقولش على الكلمة دي social غلط اقول social 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 peace social peace. واخر كلمة كلمة decade يعني عقد من الزمن وهو 10 سنوات decade decade وجمعها طبعا decades. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا معانا وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.